يوم من الايام صليت بالجماعه في سدير، وكان جدي جعله في الجنه موجود. عاد جدي متعود على الحدر، قراءة الحدر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه قراءة أهل نجد. قراءة النجدية هذه. لا أنا ما قرأت القراءة هذه. أنا قرأت يعني قراءة ترتيب. يعني مثلا لما قرأت قل أعوذ برب الناس ملك الناس، طلعنا من المسجد كان الحين انت وراك كذا يعني هذا توجهين شيء يعني على جنات النعيم. الله يا اخي وراك انت لا منك قريته هناك شو اصبع شلون هناك وين وين تقول كذا. هذه يا جدي قراءه القران الكريم. كيف ايش ترى ايش ترى القراءه؟ اقرا قرايه المسلمين. هذه قراءه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد يناقش فيها. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تجيبوا شيء من عندكم كذا يعاتيني. اي يعني كذا زي اللي قلت لها على قراءتهم. قلت لها انا بسألك سؤال، انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما تتبعه؟ يقول لك هو يسأل. انا اقوله انت قل له. قال الا نتبعه. قلت يا اجل اللي انا اقوله تو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعترض انت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله ما انا معترض. شوف وقافين عنده. قضينا جاء عقب فتره سبحان الله ويسجل لي في مسجد كنت في الطويلة يوم صليت بالسنة، ويسجل لي أظنها مؤسسة قرطبة. أي مؤسسة قرطبة سجلت لي أظنها مؤسسة قرطبة أظن، والله ما أدري نسيت تسجيل قراءة. إيه المهم واجي ذاك اليوم أنا وأمي وكان جدي موجود جعله في الجنة. قلت لأمي لا منه جاء شغليه له، شغلي التسجيل، شغليه قولي له وش رايك في هذا. والله يوم جاء وتشغله له. قالت ها يا ابوي ايش رايك فيه؟ قالي هذا القرايه الزينه، هذا القرايه الممتازه، علمي خليه يتعلم منه. هذه القرايه اللي ممتازه مره مره مره. يوم قالها وانا متشقق فرحان. هاي خلاص انتصرت الان. قلت ها هذا تصدق من حسن ايمانهم جدي وجدك. اليوم اي شيء في القران هم ما عندهم ثقافه وقراءات صح فاذا احس ان القراءه في شيء غير احس انك اخطيت خطا فادح. وهذا من ايمانهم خالف النهج اللي هم عليه. يعني ما اكمل قصتي. لا ما اكمل. لقافتنا زينه ما تنسى. يا لب قلوبكم يا ربي يا الله لا يخليني. فالتفت عليه قلت هذا انا الله يجزاك خير. قلت لي واثق هذا انا الله يجزاك خير. قال لا ما هو بنت. قالت امي لا تراه هو يا ابوي تراه عبد الله. شوف ايش قال ترى تفوت عليه ذي ما تفوت عليه. قال اي هجت عقب ما علمتك تعلمتها ولا لا؟ الله يجعلهم في جنات النعيم يجمعنا بهم في الفردوس الاعلى يا ربي يا الله.